ومن ديالى إلى محافظة واسط، لكن هذه المرة برسالة تطمين مهمة. فخلال مؤتمر صحفي عقد بالمحافظة، أكد وزير الموارد المائية عون دياب عبد الله أن واسط ومن خلال الإحصائيات والأرقام تعد عاصمة العراق الزراعية. كما بينا ندرة التجاوزات على المياه، حيث لا توجد أحواض أسماك غير مرخصة، ما يجعلها من المحافظات المهمة في قطاع الزراعة. أوضح أن الوزارة تعمل مع الحكومة المحلية على حل بعض الإشكالات التي تم رصدها بهدف الحفاظ على مكانة الزراعة في واسط وتجنب مشاكل شح المياه والتصحر. الموارد المائية على المستوى الإداري الفني وأيضا الخطط الاستراتيجية، باعتبار واسط هي تعتبر من المحافظات المهمة في قطاع الزراعة والري، من ثم وجود معالي الوزير. الحقيقة اليوم البرنامج مليء بالنشاطات، كان اجتماعات كان لقاءات، ومعالي الوزير اتخذ جملة من الإجراءات المهمة من شأنها تنظم العلاقة وأيضا تدعم واسط كعاصمة عراق زراعية في رؤيتها العلمية والواقعية، لأن تكون واسط محافظة راكزة وواعدة في تأمين الاقتصاد الوطني. مثل ما تعرفون أنه احنا نواجه شحة عالمية في المياه، وأيضا لابد أن نتعاون كحكومات محلية مع الوزارة ونعمل فريق عمل واحد لمعالجة شحة المياه، وخاصة في موسم الصيف الآن شكلنا خلية أزمة لإدارة شحة المياه لإيصال مياه الشرب للمواطنين وخاصة في القرى والأرياف. نجدد شكرنا وتقديرنا لمعالي الوزير، وإن شاء الله نشوف الأثر الإيجابي لهذه الزيارة على المستوى القريب في دعم واسط في مشاريعها والمواضيع التي تم طرحها. في البدء أود أن أقدم شكري للسيد المحافظ والسادة المسؤولين في محافظة واسط. حقيقة كان هذا اللقاء لقاء مميز ومنظم بشكل رفيع المستوى الحقيقة، لأن كانت هناك فرصة أن ألتقي بالعديد من المعنيين في مجال الزراعة والري، لأن هذه مهمة جدا كان هذا اللقاء، وكان هناك تفاهم بشكل واضح ودقيق لجملة الأمور المعروضة علينا، واللي هي فعلا كان لها تأثير، يعني في حالة حلها ستعطي نقلة موضوعية مفيدة لإدارة الموارد المائية في هذه المحافظة. محافظة واسط هي تستحق بامتياز هذا اللقب، أن تكون هي عاصمة العراق الزراعية. هذه ليست مجاملة، لكن من خلال الأرقام اللي لمسناها ومن الواقع الميداني، سواء من الأقمار الصناعية، توزيع المساحات الزراعية، الغلة المنتجة، الإنتاج الفعلي، هذا كله انعكس بشكل واضح أنه هذه المحافظة محافظة معطاءة. وأنا الحقيقة لمست أنه هناك توجه سليم في إدارة العديد من الأمور داخل المحافظة وفي مختلف الأطراف. الواقع كانت هناك بعض الملاحظات عملنا على معالجتها، وأيضا عرضت وجهة نظر الوزارة وفقا للبرنامج الحكومي وما هو مطلوب من الوزارة تقديمه إلى محافظة واسط. هناك أفق إيجابية كبيرة إن شاء الله نعمل عليها. حقيقة إحنا هدفنا هدف واضح، أنه كيفية إدارة المياه بالشكل الأمثل، تقليل الضائعات، إزالة التجاوزات. حقيقة محافظة واسط تمتاز بكونها الأولى في موضوع إزالة التجاوزات، يعني اللي ما عرض إلي أنه لحد حاليا يندر وجود أحواض أسماك غير مجازة في المحافظة، وهذا يحسب للمحافظة الحقيقة، إضافة إلى إزالة التجاوزات الأخرى على الموارد المائية وعلى الحصص المائية. كان هناك اهتمام في هذا النقطة. أيضا احنا أمامنا صيف ليس سهل، لكن أنا متأكد بالتعاون المشترك والبناء بين أجهزتنا والإدارة المحلية اللي رأسها سيادة المحافظ والمعنيين في المحافظة، راح نتجاوز هذه الأزمة وراح نحقق
ما يمكن أن نحقق بإيصال المياه إلى كافة المستفيدين، خاصة مياه الشرب والاستخدامات البشرية. أنا طبعا أكرر شكري وامتناني، ولأن برنامجنا طويل لا أستطيع أن أطيل معكم، عندنا جولة ميدانية، جولات ميدانية الواقع، وإحنا حاليا في منتصف النهار. فلهالسبب أنا أيضا أشكركم لكون اهتمامكم في عرض هذا الموضوع، لأن موضوع حيوي وحساس. وأوعدكم أنه إن شاء الله في الزيارة القادمة راح نقول هذا ما تحقق من الزيارة الأولى، يعني ليست وعود فقط، نحتاج إلى تحقيق على أرض الميدان. وشكرا جزيلا ثانية.